بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. معكم دكتور محمد شلتوت في سلسلة جديدة من الطابعة ثلاثية الأبعاد. السلسلة دي بناء على طلب الكثير من المتابعين اللي احنا نقدم ورشة مختصرة أو ورشة مصغرة عن الطابعة ثلاثية الأبعاد. اللي هناخده في الورشة دي هناخد مجموعة من العناصر فيها، هنتكلم على مفهوم الطابعة ثلاثية الأبعاد، هنتكلم على الخامات، هنتكلم على المميزات الخاصة بطابعة ثلاثية الأبعاد، آلية العمل الخاصة بالطابعة، وهنستعرض أنواع الطابعات المختلفة اللي تقدروا تستفيدوا منها ومنين تشتروها بإذن الله تعالى. وفي جزء أخير عملي هنتكلم على مجموعة منصات اللي زي تعمل النماذج ثلاثية الأبعاد اللي بعد كده أقدر أطبعها على الطابعة ثلاثية الأبعاد. أتمنى الورشة تكون خفيفة ليكم إن شاء الله بإذن الله تعالى، وتكون بسيطة ومفهومة للجميع في جميع التخصصات عشان نستفيد منها. وزي ما تعودنا بكرة أحلى وأجمل بيكم وليكم، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.